أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة رفض أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال تعزيز الشراكات القائمة ومواصلة تنميتها بما يسهم في فتح مسارات أرحب في القطاعات الحيوية ويصب في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها على خارطة الوجهات الاستثمارية الجاذبة في شتى المجالات مشيرا إلى أن عزم كافة أعضاء فريق البحرين على بناء حاضر ومستقبل أفضل هو الدافع المستمر لبذل المزيد من الجهود لأجل تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وقال سموه إن مملكة البحرين تعتز بشراكاتها الدولية والتي أسهمت بدورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو مستويات أكثر تقدما بما يلبي التطلعات المنشودة منوها بدور القطاع الخاص في دعم أفاق التنمية والتطوير في مختلف المجالات، مشيرا سموه الى ان العلاقات التاريخيه التي تجمع مملكه البحرين والمملكه المتحده تتسم بالتميز على مختلف مستوياتها، مؤكدا اهميه استمرار التنسيق المشترك للدفع باوجه النماء والتطوير لحدود اكثر تميزا بين البلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله حفل الاستقبال الذي نظمه اللورد نيكولاس ليونز عمده الحي المالي بمدينه لندن والسيده كيمي باتنوك. ووزيره الدوله للاعمال والتجاره بالمملكه المتحده مع كبرى الشركات البريطانيه والذي اقيم في لندن اليوم بحضور عدد من اصحاب المعالي والسعاده المسؤولين وممثلي القطاع الخاص بمملكه البحرين والمملكه المتحده الصديقه وذلك في اطار الزياره الرسميه التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الى المملكه المتحده حيث نوه سموه بما يقوم به مجلس التنميه الاقتصاديه من جهود مستمره لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مملكة البحرين من خلال ابراز جهود المملكه في تنويع قاعدتها الاقتصاديه واستعراض الفرص النوعيه الواعده في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على الجميع وخلال حفل الاستقبال التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اللورد نيكولاس ليونز عمده الحي المالي لمدينه لندن حيث اشار سموه الى الاهتمام المشترك لمواصله تحقيق مزيد من المنجزات على صعيد التعاون الثنائي بما يفتح افاقا جديده في مسار العلاقات بين البلدين الصديقين ويعزز الفرص الواعده للعمل المشترك في مختلف المجالات.